كشفت وزارة الصحة عن تدشين خدمة الفحص السريع لفيروس كورونا، وذلك بالبدء ب20,000 فحص، حيث تم إطلاق الفترة التجريبية للاختبار السريع لفحص فيروس كورونا بتطبيق هذه الفحوصات على المدرسين والطلبة في المدارس والطواقم الطبية في الصفوف الأولى والأشخاص الذين تظهر عليهم أعراض. تأتي هذه الخطوة الرائدة بتدشين هذه الخدمة التي يمكن من خلالها اكتشاف الإصابة بفيروس كورونا عبر مسحة أنفية من تشخيص حالة المريض بدقة خلال 15 دقيقة دون الحاجة إلى مختبر متخصص، تزامنا مع المبادرات التي يتخذها الفريق الوطني الطبي للتصدي لفيروس كورونا من أجل استمرارية تطوير التقنيات المستخدمة للفحص عن فيروس كورونا وتسهيل طرق الفحوصات بما يتماشى مع المستجدات العالمية في هذا المجال. يتميز الكشف السريع بسهولة الاستخدام وبشكل عملي واقتصادي من حيث الوقت الذي يستغرق للفحص العلاجي للمسحات الأنفية، كذلك يمكن استخدامه في الحملات لفحص الفيروس لعدد كبير في مدة زمنية قصيرة.